الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. بداية أرحب بحضراتكم جميعا وأشكركم على الحضور وتلبية الدعوة، سائلا الله عز وجل أن يوفقنا لخدمة ديننا ووطننا وكل ما ينفع الإنسانية جمعا. وأتوجه بداية بالشكر إلى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برعاية هذا المؤتمر وعلى متابعته الدائمة ودعمه المستمر لكل ما يتصل ببناء الوعي الرشيد والفكر الديني الوسطي المستنير وما يتصل بدعم وتأهيل الأئمة والواعظات ماديا وعلميا وثقافيا. حقيقة نحن أمام مؤتمر غير تقليدي، ليس مؤتمر عادي، ومن وجهة نظري نحن أمام مرحلة فارقة في التاريخ الدعوي بصفة خاصة والثقافية بصفة عامة،